متشكر أوي. متشكر. إيه ده؟ مفيش نور ولا إيه؟ بابا؟ كلنا عندنا مشاكل. ايوه، مش زي المشكله اللي كنت حاقع فيها ابدا. بتهيألك. اشرب. اشرب. تخرجي معايا؟ فين؟ حفله استعراض عالمي، معايا تذكرتين واخر يوم له النهارده. ارجوك علشان اوافق ان احنا نخرج سوا. ليه يا شرف؟ لا تعرف اسمي ولا تعرف انا ساكنه فين. نروح نتفرج على الاستعراض وبس. موافق، بس نقعد هنا لغايه الساعه 10 وبعد كده نروح على طول. ايه اللي صارت بالتليفون؟ لا 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 يا ابني، مش انا، ده عم ادم. مين عم ادم؟ زوج القتيله ده؟ لا 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 لا، ده الكفار بتاع الفيلا. يا بنت بتاع الفيلا. هو فين؟ فين صاحبي؟ فين؟ تحت امر سعد، بس بعد اذنك نغطي القتيله. ربنا يستر عرضك يا ابني ويجازي ولاد الحرام. بعد معاينة يا عم ادم، وارجوكم ما حدش يلمس اي حاجه، فاهمين؟ تحت امرك. الساعة 13، يلا بينا. متشكر. اتفضل.
يعني وقت الحادثة يا آدم كان جوه الفيلا وأنت بره؟ أيوة يا فندم، زي ما قلت لسيادتك قبل كده إن أنا كنت جاي بدماغكم. آه، وكانت الساعة كام وقت الحادثة؟ 9 ل 10 يا فندم. وأنت بتقفل المحل الساعة كام؟ الساعة 8 يا فندم. طب وإيه اللي أخرك؟ الست الهانم كانت مستعجلة على المكوى فاضطريت أتأخر يا فندم. طب وبعدين؟ كمل، إيه اللي حصل؟ ما أنا قلت لسيادتك يا بيه أنا كنت داخل بالمكوى، يا دوب أنا داخل من باب الجنينة وسمعت صرختها. بصيت لقيت واحد جاي جري، وعم ادم راح فاتح الباب وراح صارخ، رحت جاري محلق عليه، كان هو اشد مني حبتين، راح موقعني وواقع فوقي وجاري، جريت على عم ادم قلت له مين اللي وقعني؟ فقال لي ان اسمه حسام، انا ما كنتش اعرف ان اسمه حسام غير لما عم ادم قال لي ان اسمه حسام. حسام يا فندم. وساكن فين حسام ده؟ انا ما اعرفش يا بيه، عم ادم هو اللي يعرف. ساكن 10 شارع الخليفه بالزمالك، شقه 4 ساعات البيت. قول لي يا حمودة. ايوه يا فندم. هو انت بتشتغل بالهدوم دي؟ لا يا فندم، دي هدوم الخروج. اها، شيك. انت متأكد يا حمودة ان ادم كان جوه الفيلا وقت الحادثة؟ قصدي سيادتك ايه يا فندم؟ قصدي انت متأكد انه كان جوه الفيلا وقت الحادثة؟ ايوه. سعادة البيه، ايوه انا سألتك انت، بسأله هو. ايوه متأكد يا فندم. وايه اللي خلاك متأكد قوي كده؟ اصل يا فندم هو ما تسيبه يتكلم. اصل لما القتيله صرخت هو طلع من الفيلا الاخر يصرخ. مش ممكن يكون هو اللي قتلها؟ انا يا بيه الله يسامحك، انا مش قلت لك تسكت انت؟ قلت ايه يا حمود؟ هقول ايه يا بيه؟ ما هو لا يمكن عم ادم يقتل يا بيه. ولا يمكن يقتل ليه؟ عشرة عمره واعرفه، ولا يمكن يقتل يا بيه. وانت تعرفه من قد ايه؟ خبير البصمات رفع كل البصمات الموجوده في فيلا فهم. طب قول لي، فتشوا الجنينه والفيلا؟ فتشنا الجنينه والفيلا ما لقيناش فيهم اي حاجه. طب انا رايح مشوار راجع على طول، ما تخليش حد منهم يخرج من هنا. الله، ليه يا سعاده البيه؟ ده احنا مالناش ذنب، احنا قلنا اللي حصل بالظبط يا سعاده البيه. يا بيه انا بقال، يا بيه ده انا مكواجي يا بيه. ما تخلوش حد منهم يتنقل من هنا، تعالى معايا فتح. يا سعاده البيه احنا يا بيه. ها، لقيت حاجة هناك؟ لا ما لقيتش حاجة. You hit your princess.
حسام مش موجود دلوقتي. وصلك؟ احنا اتفقنا على ايه؟ خلاص انت حر. ممكن اخد البند اللي بتاعك للذكرى على الاقل؟ اتفضلي. ايه؟ التكييف. استاذ حسام طبعا. اي فندم. انا اسف اننا دخلنا شقتك من غير استئذان، بس انا معايا تصريح من نيابه. حنان خير؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ جريمه قتل يا استاذ حسام. جريمه قتل؟ طب و حنان دخلها ايه؟ لا حنان ملهاش اي دخل بالموضوع. امال فين كربطتك يا استاذ حسام؟ ممكن الأنسة حنان تروح. ممكن أعرف ليه؟ أرجوك إذا خليتها تروح هتتكلم؟ أيوه. أنسة حنان ممكن حضرتك تروح دلوقتي؟ ما تخافش يا حسين، أنا متأكدة إنك بريء، مش ممكن تقتل حنان. أنا ما قتلتش وما أعرفش هو بيتكلم عن إيه. أنا عرفت كل حاجة ولازم أفضل هنا. ممكن يا رأفت بيه؟ حنان روح أنت، أنا عارف ومتأكد إن أنا بريء. أرجوك يا روح أنت. أنت كنت هناك؟ أيوة فعلا كنت هناك.
حمودة شافك بتجري. كنت بجري فعلا. طب ليه؟ لأنها حاولت إنها فهمت. طب أنت رحت هناك الساعة كام؟ حوالي الساعة 7:15 كده. وبعد ما هي حاولت إنها خرجت من هناك الساعة كام؟ تقريبا 8:10. 8:10؟ لكن ده حمودة المجري بيقول إنك أنت خرجت الساعة 9. لا لا، حمودة ده كذاب. كذاب. طب ورحت فين بعد كده؟ تنزل اسكندريه تجيب جوز القتيله. هو قاعد في لوكاندا اسمها هي اسمها ايه لوكاندا يا حموده؟ لوكاندا اسكندريه. وانت عرفت ازاي؟ هو مش عم ادم قال في الفيلا قبل كده ان اسمها لوكاندا اسكندريه؟ فعلا، برافو عليك. واحد. شكرا. اسمها لوكاندا اسكندريه زي ما قال حموده، وهو اسمه كاظم لطفي. تروح تجيبه فورا. لا لا لا، خليك انت. احنا لسه قلنا حاجه. قلت لي بقى مين اللي قتل حموده؟ والمدام توفت امتى؟ امبارح الساعه 8. هو كاظم بيه زبون هنا؟ هو بقاله اكتر من سنه ونص بينزل عندنا تقريبا كل شهر. كويس. ادخل. صباح الخير. صباح النور. خير يا حسن بيه، في ايه؟ خير باذن الله، اتفضل. كاظم بيه لطفي؟ ايوه يا فندم. في ايه يا حسن؟ سيبتني العشاء. سيادتك لازم تروح دلوقتي مصر حالا. ليه؟ في ايه؟ المدام بتاعتك. مالها المدام؟ ثم مين حضرتك؟ انا النقيب عبد الفتاح مصطفى. بايف حياتك. طيب يا عماد، انت كنت فين بقى ساعة ما الجرس ضرب؟ سعادة البيه، ما لو قلت لسعادتك انا كنت في المطبخ بحضر العشاء للست هانم عشان اعشيها قبل ما امشي حسب اوامر كاظم بيه، لانه كان موصيني اني لازم اعشيها قبل ما امشي. وبعدين كمل. وبعدين انا لما كنت واقف في المطبخ سمعت جرس الباب بيرن، لكن قلت في عقلي بالي يا تسيبك منه، اصل اللبن كان على النار وخفت لا يفور، لكن قعد الجرس يرن، فقلت بقى يا ما بدهاش لازم تفتح. حكمة ساعات بيه الست هانم ما كانتش بتحب الدوشة. نزلت اللبن من على النار ورحت افتح الباب. خرجت من المطبخ اتجهت ناحية الطرقة. لما سمعت الست هانم بتقول لي خليك انت عم ادم، انا هشوف مين. هو انت سواق ولا طباخ؟ انا ساعات بيه طباخ وسواق وكل حاجة لكاظم بيه. فهمت. طب والست كانت فين لما نادت عليك؟ في اوضتها ساعات بيه. وش عرفك انها كانت في اوضتها؟ علشان قبل ما ادخل المطبخ قالت لي بقى هات لي العشاء في الاوضه يا عم ادم. اتفضل. عصابات حسام؟ ايوه. ده هو كولونيا اللي على كده، فضل. من نفس نوع الكولونيا اللي بيستخدمه حسام. طيب متشكر. العفو. ممكن تتفضل انت يا عم ادم. متشكر يا سعادة البيه. السلام عليكم. هي الست كانت شايله شمعدان ليه في ايدها يا عماد؟ ما اعرفش يا سعاده البيت. طب مع السلامه. الله يسلمك. السلام خمسة الساعة 8 بالليل. ايوه فعلا حصل. طيب ايه رأيك
ننزل نفس الاماكن اللي انت رحتها ومنع هنعرف. عندك مانع؟ لا يا فندم، تحت امرك. ايه يلا بينا. وايه الحكايه؟ كان في واحد شحات هنا وانا اديته فلوس. اه طيب اتفضل. اهلا وسهلا، تحبوا تشربوا ايه؟ مساء الخير. مساء الخير. فاكراني؟ ما خدش بالي، انا كنت موجود هنا امبارح. اه افتكرتك. شربت ويسكي مش كده؟ تمام. كنت هنا بقى الساعة كام؟ الحقيقة مش فاكرة، لكن أفتكر إنك مشيت 10. أيوة أنا مشيت الساعة 10، لكن كنت هنا الساعة كام؟ أرجوكي. أيوة فعلا أنا مشيت الساعة 10، لكن لما جيت كان في واحدة ست قاعدة هنا لابسة باروكة حمراء وفستان أسود، ومشينا الساعة 10. لما جيت بقى كان الساعة كام؟ أسف مش فاكرة. أنا كنت هنا امبارح فعلا. ليه تعملي كده؟ ما هي ما قالتش إنك ما كنتش موجود. ايوه بس كان في ست هنا. انت بتنكري ليه؟ قول لي اسمها ايه وعنوانها ايه؟ ما انا قلت لحضرتك ان انا ما اعرفهاش. مش عايز تصدقني ليه؟ انا حكيت لك كل اللي حصل. انت متاكده؟ طبعا يا فندم. طيب متشكرين، يلا بينا. هو ده اللي كان قاعد امبارح. اهل معروف. افتكر كويس. خير؟ امبارح بالليل. يا ابني لا نعرف الليل من النهار ولا النهار من الليل. افتكر كويس. امبارح بالليل كان في واحدة ست ادتك فلوس، وهي بتديها لك السيجارة لسعت ايدك. اللي معاها ادالك جنيه. فاكر؟ لا يا ابني ما حصلش. ما حصلش؟ طيب وريني ايدك اللي اتلسعت. انهم فيهم يا ابني؟ يلا بينا يا حسام. الراجل ده كذاب. معلش يا الله يسامحك. ادخل. خليفة. بالرغم ان قيمتها 100,000 جنيه، المهم عندي براءة الموظف بتاعي.
يا فندم حسام بريء. انا ما يهمنيش حسام في حد ذاته، انا يهمني حسام في كونه موظف عندي. يا فندم. يا حنان انت بتتكلمي من منطق وانا بتكلم من منطق اخر، يعني اذا ادين حسام تبقى وصمة عرف سمعة الشركة. انا مش من مديرين الشركات اللي بيسعوا ورا عدم صرف قيمة البوليسة، لا انا المهم عندي سمعة الشركة مش قيمة البوليسة. يا فندم انا يهمني سمعة الشركة زي حضرتك بالظبط، وفي الوقت نفسه يهمني براءة حسام، مش عشان موظف في الشركة انما عشان هو فعلا بريء. بريء بريء؟ كل حاجة تقولي لي حسام بريء؟ ازاي بريء وكل الادلة بتقول ان هو القاتل؟ لكن وشهادة الشهود اللي شافوه والكرافطة اللي اتخنقت بيها ورصماته اللي في كل حتة وعدم استطاعته اثبات وجوده في اي مكان ساعة ارتكاب الجريمة. بس انا شايف ان القضية دي متعبة قوي بالنسبة لك، اصل كل الادلة بتقول ان حسام هو الهاتف. طب ممكن اطلع على ملف القضية؟ طبعا ممكن قوي، بس كنت عايز اقترح عليكي تخليني جاي بالليل عشان القضية تكون اكتملت. طيب متشكرة قوي، يعني اقدر اجي بالليل. قوي قوي. وعلى فكرة ما تنسيش سلميلي على والدك. حضرتك تعرفه؟ طبعا، ده كان استاذي. صبح وبالليل. طيب يا حمودة مع السلامة، بس خلي بالك من نفسك، اوعى يكون حد مراقب. حد يراقبني؟ مش عيب برضه؟ حمودة واعي، وبعدين هيراقبوني ليه؟ المحروس ولبسته التهمة والمدرسة شهد معاي. سلام. مع السلامة. الكلام اللي انت بتقوليه ده معقول جدا منطقيا، لكن مفيش ولا دليل في صالحه. لازم نسلسل الموضوع من الاول علشان نعرف ليه القاتل اختار حسام بالذات ولزق له التهم. ايه مصلحه الشهود انهم يقولوا ان حسام هو القاتل؟ مين اللي له مصلحه في قتل المجني عليها، وخصوصا ان الجريمه تمت من غير سرقه؟ وادي القضيه تحدد لها جلسه للحكم. طب والعمل؟ لازم نعرف اولا ليه الشحات والبارميد بيكذبوا. لا طبعا اذا كانوا بيكذبوا.
استريح استريح. انت فين يا حنان؟ براجع ملف قضية حسام. انت عارفة ان انت ما تقدريش تمسكي القضية لانك انت محامية الشركة. ايوة عارفة، بس انا محامية ودرس القانون كويس. وشايفة ايه؟ الحقيقة اللي انا شايفاه ان كل الادلة ضده. كاظم بيه. ايوه يا ادم. حضرتك هتروح المحكمة بكرة؟ طبعا، ده النطق بالحكم بعد بكرة. تحبي اجي مع حضرتك؟ لا خليك انت هنا. شوف، اول ما حنان بنتي قالت لي على اسمك افتكرتك وقلت لازم اجي اسلم عليك. اهلا وسهلا يا فندم، حضرتك شرفتنا. ولو اعرف فين مكانك كنت عزمتك على عيد ميلادي يوم الاثنين اللي فات. يا ليلة جريمة؟ بالظبط كده. على الأقل كنت خدت في ايدك شمعة وأنت مروح. هو بالمناسبة كانوا كام شمعة؟ لا أبداً. يوميها شركة الكهرباء حبت تحتفل معانا بعيد ميلادي فراحت قطع النور، بس يوميها زودتها شوية. اضطرينا نولع الشمع بعيد عن التورتة، وبقى كل واحد ماسك شمعة عشان ينور بيها وهو كامل. وهي الكهرباء قعدت مقطوعة قد إيه؟ قعدت مقطوعة حوالي 3 ساعات. وسيادتك تفتكر الكهرباء رجعت الساعة كام؟ هي رجعت حوالي الساعة 10 مساء. وحضرتك كنت قلت لي عيد ميلادك يوم ايه بالظبط؟ يوم الاثنين 27/5. لكن ليه كل الأسئلة دي؟ لأن بيت سيادتك في نفس الشارع اللي فيه فيلا كاظم. الساعة 10 بالليل. معنى كده ان انا ممكن اقبض على حمودة وادم بتهمة الشهادة الزور، لان لما الكهرباء تبقى مقطوعة مش ممكن جرس الباب يضرب، وده كان كلام ادم. وفي نفس الوقت لا يمكن يشوف الراجل اللي كان بيجري في الجنينة ويوصف شكله وكمان لبسه. طب الكلام ده ينطبق على ادم، انما حمودة نفس الادلة اللي على ادم. يزيد عليها حاجة، ان الجريمة تمت يوم الاثنين، ويوم الاثنين اجازه المكوه جايه. بس كل ده برضه مش دليل. انا محتاج لدليل مادي، دليل اقدمه للنيابه علشان نعيد التحقيق. لان كل واحد ممكن يقول لك ما كانش واخد باله، الدنيا كانت ضلمه، ما كانش شايف كويس، كنت متلخبط. اذا كان انا نفسي متلخبط. قررت المحكمه احاله اوراق المتهم حسام احمد متولي الى فضيله المفتي. أنا بريء.
بريء بريء عالم بريء حنان شرف الدين. ايوه يا فندم، غرفة 802. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اتفضلي يا فندم. شكرا. اهلا وسهلا. لو سمحت، في واحد بينزل عندكم اسمه كاظم لطفي، يا ترى موجود في الاوتيل؟ لا يا فندم، ما جاش من وراء حادثة المحطة. شكرا. الحمد لله على السلامة يا فندم. دي اخر مرة تيجي فيها هنا من غير اذني، فاهم؟
قلبي كلمني. طب اتفضل امشي دلوقتي. حاضر. لو سمحت في مصور هنا للاوتيل. ايوه يا فندم موجود، ابعته لك. لو سمحت. حاضر. ايوه يا عم، اي خدمه ستي؟ ايوه لو سمحت، انت صورت هنا حفله كانت 27/5؟ طبعا صورتها، صورت كل فيها. طب في واحد بينزل هنا في الاوتيل اسمه كازم بيلوت، تعرفه؟ ايوه. طب ممكن تجيب لي صور بتاعته عشان هو مش هيقدر يجي وانا هاخدها بالنيابه عنه. بكره ان شاء الله الدور هجيبهم ستي. يا ريت، عشان انا ماشيه بعد الدور. ميرسي. اسمعي، انت بكره تاخدي صور وتجيلي على طول، اصل عندي ليكي اخبار كويسه قوي. لا مش حاضر اقولها لك في التليفون، لما تيجي بقى. طيب مع السلامه. طيب يا كازم بيه لطفي. ليلة الحادث ولقينا جثتها في الطائرة. تبقى القتيلة اتقتلت في اسكندرية؟ ما هو لو القاتل ارتكب جريمته في اسكندرية وبعدين نقل الجثة للطائرة يبقى غبي جدا، لأنه بيعرض نفسه لأي مشكلة تحصل له في السكة ويلاقوا معاه جثة قتيلة. أنا خلاص ما بقتش قادرة، اتلخبطت أوي، مش قادرة أمشي في خط واحد. طب اسمعي، تعالي معايا لمعمل الصور الجنائية. ليه؟ تعالي معايا بس هتفهمي كل حاجة. ما قلتليش انت خدتني المعمل ليه؟ لاني كنت فاكر حاجة وطلعت حاجة تانية. ايه كنت فاكر ايه؟ كنت فاكر القتيلة مش هي اللي في الصورة، لكن طلعت هي، وطلعت الصور سليمة ما فيهاش أي رتوش أو مونتاج. مش يمكن المصور غلط في تاريخ الصورة؟ ده أكيد، لأنها مش ممكن تبقى هنا وهناك في نفس الوقت. والنبي يا اسطى حمودة، كنت هروح مشوار كنت هطول فيه. كنت هتسافر مع جماعة عرب ولا إيه؟ لا وأنت السابق، مع جماعة مساجين. ليه؟ عملت إيه؟ والنبي ما عملت حاجة يا أخويا، هو اللي زينا بيعملوا حاجة يا اسطى حمودة؟ اللي بيعملوا ناس تانيين. طب احكي لي بس الحكاية. ابدا يا اخوي، وانا قاعده في البيت بغسل بصيت لقيت البوليس طب عليا وقعدوا يفتشوا البيت، قال ايه واحد من الزباين تهمني ان انا سارقه ساعته الذهب. عمك عينه؟ اه والنبي. وبعدين احكي لي عملت ايه؟ قعدت اصوت واصرخ والم عليا الناس كلها واقول لهم يا عالم ما سرقتش حاجه، ده انا شريف. صح، لكن تقول لي مين؟ وبعدين احكي لي، المهم طلعت منها ازاي؟ اللي بيعمل خير بيلاقيه، وانا في القسم وخلاص هيحولوني عن نيابه، جه واحد ساعاتي إلهي ربنا يفتحها في وشه، قال إنه قفش الواد اللي جاي بحاله. أتاري الواد مين؟ ابن السايس اللي الراجل بيجرج عنده العربية، لقاها في الدواسة خدها وراح يبحاله. الحمد لله، ولا يهمك يا سعدية. ما يهمنيش إزاي يا استحمود، ده أنا من يوميها مش قادرة أتلم على جدتي، وزي ما تقول الخبر نزل في كل الجرايد، وكل ما أشوف حد من الزباين ما يصدقش إني ما سرقتش. ياما في الحبس مظالين، هي الدنيا كده. فوت عليها بكره الصبح وانا هشغلك عند كاظم بيه صاحب الفيلا اللي قدامنا دي. ياه، دول باين عليهم ناس اغنية قوي. طب واللي زي دول هيرضوا بواحده بلدي كده زيي؟ ده تلاقيه
يا ستي قولي يا باسل، ما هو راخر زينا، هو تعب فيها. المهم بالسلامة انت دلوقتي، وانا مقابله النهاردة هبقى اكلمه. طب ما اجي معاك ما دام رايح له عشان يشوفني. وفي الفيلا ايه؟ ما هو لو في الفيلا كنت خدتك ورحنا له، بس انا هقابله في حتة تانية. طب كويس. طيب فوتك بعافية بقى، وبكرة من نجمة هقفلك على باب الدكان. تشرفي. فاضي يا اسطى؟ فضلي حضرتك يا كابتن. رفض ايه في ايه؟ فضلي. احنا مشينا ورا حموده وبس، لكن ما مشيناش ورا الشحات والبرميل. We'll be right back.
فلوس كل شويه فلوس. ما انت عارف المصاريف يا مدرسه. وبعدين انا قافل الدكان اليومين دول وبكره ان شاء الله انا هخلص العمليه دي. حموده انت عارف كاظم كويس، مدرسه المدارس، وعارف اني اقدر اخلص العمليه دي بنفسي. بس انا بقول حموده برضه واد جدع وهو ياكل عيش. انا خدامك يا مدرسه، بس ما بحبكش وانت معكر ده، ما بحبش اشوفك وانت كده. انا تحت امرك حموده. يلا بينا قدامنا شغل كتير. اهلا اهلا ست الكل. اهلا يا كاظم، والله زمان. لا قوليلي، هو عرفك على طول؟ لا، عرفنا على العرض. هو في حد ما يعرفنيش يا كاظم؟ ده انا برضو الدكتوره النبويه. حلاوه
اكيد في حد ورا اللي حصل. طبعا امال هتقع لوحدها. كان في حد فوق لكن ما كانش كاظم، لان كاظم كان في كباريه. والحل ايه؟ خطتها هتمشي زي ما هي. صباح القشطه يا اخويا. اتاخرت عليا كده ليه؟ اتاخرت ايه؟ ده انت اللي بايته هنا. طب بقول ايه، مش هتوديني الشغل الاول؟ تعال. تقرير اداره المرور واصل يا فندم. هو ده اللي انا عايزه. رخص كاظم بيه لطفي سحبت في بركة السابع يوم 27/5 الساعة 10:15 مساء لقيادته السيارة بسرعة 22 كيلو في الساعة عندما كان متجها إلى الإسكندرية. والله وقعت يا كاظم يا لطفي. ما تقعد يا حمودة واقف كده ليه؟ ما تقعد تفطر. شكرا يا مدرسة. إيه ده كله؟ إيه ده كله؟ أنا فطرت خلاص. ما تكسفناش في النبقى مدرسه في اول اكله بتقدمها لك. هاتيلي الشاي يا سعديه. سعديه ايه يا مدرسه؟ سعديه قوي. هاتيلي الشاي يا سعديه. قول بقى يا عماد اتكلم. انت راجل تاقي وتعرف ربنا. يعني لو اتكلمت تسيبنا ساعه البيت؟ لو اتكلمت هتبقى شاهد. اتكلم بقى يا عماد. مين اللي قتل سامي الشناوي؟ كوثر الشناوي يا سعاده البيه. اسمها سامي الشناوي. لا يا سعاده البيه كوثر. هما اتنين؟ توأم يعني؟ ايوه كوثر الشناوي وسامي الشناوي. اه فهمت. طب مين بقى اللي قتل كوثر؟ كاظم؟ لا يا سعاده البيه. كاظم بيه كان عند ابويا في نفس الليله هو ومراته وما رجعش الا بعد الجريمه ما تمت خالص. طب وحمودة؟ حمودة كان بره ساعة البيه وانا طلعت من المطبخ لقيتها مقتولة. طب هو كاظم كان بيعمل ايه عند النبوية؟ كان بيودي لها مراته. هو نام عليه بالظبط؟ يقبل التأمين ويسافر. طب والجريمة اللي حصل؟ ملوش يد فيها يا ساعة البيه صدقني ما قتلهاش. طب اسمع انا ليه طلب عندك؟ بس الأوراق دي ناقصة وعشان نصرف قيمة البوليسة لازم تكمل الأوراق. ناقصة إيه؟ سيادتك عندك بوليسة التأمين وعقد الزواج وإثبات الشخصية. يا فندم سيادتك في غنى عن التعريف، بس المسألة مسألة روتينية وخصوصا في حالة المرحومة، وهي مش هتاخد أكتر من إجراءات بسيطة. يعني إجراءات؟ إجراءات إيه؟ التأمين على الحياة من أهم مميزاته انه ادخار اجباري واختياري، وحضرتك هتصرف قيمة البوليسة بالكامل طالما ان حضرتك الوريث الشرعي الوحيد له. بس انا عايزك تهدى. ازاي اهدى وانت بتتهرب؟ واحد غيرك كان لازم يلم الموضوع، خصوصا ان المجرم موظف في شركته. ما هو عشان كده الشركة بتدقق، عشان يمكن المجرم يختار موظف من الشركة عشان الشركة تصرف قيمة التأمين والداري على سمعتها، وده المؤكد يا كاظم بيه. على فكرة ما تنساش ان الحكم صدر على الموظف بتاعكم بالإعدام. اتقتلت؟ مش معقول. في حد ورا جريمة دي لكن مين مش عارف. ايوه طيب
البنت اللي كانت معايا في البار اختفت وملهاش اي اثر. والشحات هو ده اللي انا لازم اعرف منه كل حاجه، ولازم اعرفها منه بنفسي. لكن قبل كده في لازم حاجه اعملها بكره، وبعد كده هتخرج من هنا على طول. مالك شايل طاجن ستك ليه؟ مفيش يا مدرسه، النبويه اللي كانت قطه مغمضه. ايه مالك؟ افتكرت نفسها دكتوره بجد، قعدت تقول لي بلبل في ايدي ولا عشره على الشجر مش عارف. المهم انت عملت ايه؟ كل خير يا مدرسه، الجواز اهو، بس طلبت ميه. عناية. ماشي يلا بينا عشان نلحق شركات الطيران، لازم نخلص الحكايه دي بسرعه. ماشي. جاي حالا ومعاه الباسبور. ادخل. تحب امتى؟ يا ريت بكره يا سمكه. احجزي لهم على طياره بكره وقولي لهم ان مفيش اماكن غير على الطياره دي. اوكي يا فندم. ايوه يا استاذ رأفت. لا لسه ما جاش. حاضر. حاضر. بتكلمي مين يا سعدية؟ ده واحد بيسأل عليك. اسمه ايه؟ ما قالش باسمه. امال خفتي اول ما شفتيني ليه؟ انطعي. اصل حضرتك دخلت كده من غير ما احس، اتخضيت. اسمعي انا مش بيه زي ما انت فاكره، انا عارف الالعاب دي كويس وعارف انت جايه هنا ليه. ما تقولي كنت بتكلمي مين؟ ابدا يا بيه، حضرتك غلطان. انا انت ايه؟ تعالي تعالي قولي لي بقى، انت جايه هنا ليه؟ لا يا بيه، وحياتك ابوس ايدك على في عرضك. يا بنت بطلي الاونطه دي، ده احنا بتوع الاونطه. النبوية اتأخرت أوي، أنا قلقان. الباسبور بتاعك لو سمحت. الباسبور بس يا فندم؟ أيوه الباسبور. اتفضل. امسكوه. فين؟ في حاجة؟ لا مفيش حاجة يا كازم بيه. مفيش حاجة. أقدر أعرف أنتوا جايبيني هنا ليه؟ علشان دي؟ علشان واحدة حرامية؟ اللي أنتوا بتحموها دي حرامية. أنا سمعتها وهي بتتكلم في التليفون مع اللي مشغلها وبتديله ميعاد.
انا فاكر انكم هتشكروني بدل ما تقبضوا عليا. احنا ما قبضناش عليك عشان كده يا كاظم بيه. امال جايبيني هنا ليه؟ اقدر اعرف؟ اولا احب اعرفك على الانسه حنان، محاميه في شركه تامين، وتبقى خطيبه حسام احمد متولي المتهم بقتل زوجة حضرتك ساميه الشناوي. وانا مالي بالموضوع ده؟ انا بسال انتوا جبتوني هنا ليه؟ كاظم بيه، حضرتك متهم بقتل مراتك ساميه الشناوي، وارجوك ما تحاولش تنكر، ما تتعبش نفسك وتتعبني معاك، لان الادله كلها تحت ايدي. يا بي انا ساعه الحادث كنت في اسكندريه. صدقني انا ما قتلتش ساميه. مظبوط يا كاظم بيه، اللي ماتت مش ساميه، اختها كوثر. يا فندم ساميه ملهاش اخوات. اللي ماتت مراتي ساميه. الله يرحمك يا ساميه. تفضلي يا مدام. انا سامية يا كاظم. حمولة نبوية، انا مش هروح في داهية لوحدي يا كاظم بيه. ممكن التليفون؟ اتفضل يا فندم. انا ادم يا رأفت بيه، لقيت العنوان يا بيه. ايوه فضلت وراه لغايه ما دخل شقته. العنوان يا سعاده البيه. مين؟ افتح. مين؟ مساء الخير. مساء الخير، انت مين؟ انا رأفت عبد الرحيم. عايز ايه؟ عايزك انت. ممكن اتكلم معاك شويه؟ هنتكلم في ايه؟ طب نقعد بس الاول. لكن انت مين؟ ما قلت لك يا اخي. نسيت اقول لك ان انا مفتش مباحث. ايه بيه، انا ما عملتش حاجه والله. طب اقعد 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 بس. حاضر حاضر. ايوه ايوه. لا مؤاخذه بيه، مفيش نور هنا، اصل ما تفرقش معايا. لا لا بتعرف ليل من نهار ولا نهار من ليل. تمام كده. امال انت شفت المسدس ده ازاي؟ مسدس؟ مسدس ايه؟ المسدس اللي خفت منه. ولا انت فاكرني زيك بقى؟ معرفش الليل من النهار ولا النهار من الليل. يا بيه والله انا مفيش داعي نضحك على بعض. ده انت مفتح اكتر مني، فمفيش داعي للكذب. وايه اللي اقبض عليك واحطك في الحجز؟ تسول. بيه انا ما عملتش حاجة. لا عملت، وانكرت ان كان في واحدة مع حسام. يا بيه ده انا راجل غلبان. حسام كان في البار وكان معاه واحدة، خرجت معاه، السيجارة كانت في ايدها، لسعتك وهي بتديلك فلوس. انا رجعت مع حسام تاني يوم، سألك استشهد بيك، انكرت. ممكن اعرف ليه؟ ما ترد، انكرت ليه؟ انت ما بتردش ليه؟ مش نافع. وانت بايدك ايه وما عملتوش؟ المصيبه انه كان قاعد قدامي وكان خلاص هيتكلم. الوقت بيمر بسرعه. انا لازم اوصل النتيجه. خلاص ما بقاش قدامي غير اسبوع واحد. ابدا، هو كل اللي حصل ان احنا بعد ما خرجنا من المسرح ركبتها تاكسي ومشيت. بعد كده انا روحت لقيت رأفت بيه موجود. طب قول لي، ما فيهاش اي علامه، اي حاجه تميزها يعني؟ لا ابدا، مفيش اي حاجه.
لكن كان ايه ايه في حاجه هايفه جدا جايز تفيدك يعني. قول قول يا ابني قول. هو احنا لما دخلنا المسرح ادوني بامفلت موجود فيه اسماء الرئيسيين والبروجرام اللي بتقدم، انا واحد وهي واحد. وده ماله ده؟ اصلا انا لاحظت ان البنت دي عندها عاده غريبه، بتتني اطراف اي ورقه تمسكها، تيجي عند كل ركن وتتنيها. وايه فايده ده كله طول ما البنت مش معروفه؟ لازم رأفت بيوصل البنت الاول، لازم. يعني هي ما بتقراش جرايد وعارفه انها لو ما اتكلمتش في واحد بريء هياخد اعداد؟ اكيد قالت واكيد عرفت، لكن عندها سبب قوي انها ما ظهرتش، بدليل انها ما كانتش عايزه يعرف لا اسمها ولا هي ساكنه فين. في بقى ثلاث احتمالات، يا اما انها ست معروفه وده احتمال ضعيف بدليل انه ما عرفهاش، يا اما انها تعرف شخصيه معروفه او قريبه شخصيه معروفه. الاحتمال الثالث بقى انها ست متجوزه ومش عايزه جوزها يعرف. الاحتمال الاخير معقول، بس مش ده المهم. المهم هي مين وساكنه فين، واذا كانت متجوزه تتطلع عشان تطلع واحد محكوم عليه بالاعدام. المهم بالنسبه لي دلوقتي هنعرفها ازاي، وخصوصا ان هو ما قالش حاجه خالص. كل اللي قاله انها بتتني ورق، ولبسها كان شكله ايه؟ يعني ابره في كوم قش. بس هنعرف نلاقي الابره دي برضه ازاي؟ بطريقه المغناطيس، يعني بدل ما احنا اللي ندور عليها نخليها هي تدور عليها. اللي خلاها ما تجيش من الاول هتيجي دلوقتي؟ هتيجي وقت ما احنا نعوزها تيجي، وساعتها بقى هيظهر القاتل الحقيقي، ولما يظهر مش هديله فرصه يفلت من ايدي ولا يعمل اللي هو عايزه. بس المهم انك تكون عارف من الاول، وبعدين ما تبقاش تديله الفرصه اللي هو عاوزها. هعرف، ما تخافيش هعرف. والمبلغ الكبير ده كله جبته منين؟ والمكان ده عثرت عليه ازاي؟ من المباحث طبعا. انا شرحت لشوقي بيه وجهه نظري والراجل اقتنع بيها. تفتكر الحكايه دي هتنفع؟ طب افرض البنت ما ظهرتش، يبقى المبلغ ده كله راح كده؟ ايوه يبقى راح علينا. بس انا متهيألي انها هتظهر برضه ان شاء الله. يا رب يا رب. اسمع مالك، انا رايح مشوار دلوقتي. خد ادي 300 جنيه. ايوه يعني ادفع انا؟ ايوه ادفع انت. اشتري كل السيناريوهات القديمه بتاعت علي الكسار وجورج ابيض ويوسف بيه وهبي، وتشتري السيناريو الواحد ب 20 جنيه. طب لو البنت جت هتصرف معاها ازاي؟ خليها تستنى، اوعى تخليها تمشي من هنا. قول لها الراجل اللي عمل الاعلان راح ياكل لقمه ورجع على طول. اوعى تخليها تنقل من هنا. لسه استنى لسه. دي فلوس مير يا اخويا، بتهد ايه؟ مش فاهمه. اخدنا مبنى قديم، طلعنا كل حاجه جواه وحطينا على بابه مكتب قديم، وبعدين نزلنا اعلان في الجورنال. الاعلان ده يا ستي بيقول ايه؟ رجل ساري من هواه جمع السيناريوهات القديمه التي كانت توزع على الرواد في المسار، مستعد لشراء هذه السيناريوهات بمبالغ مجزيه، ورحنا كاتبين العنوان. معقوله في حد هيصدق الكلام ده؟ اهي محاوله بقى، هنعمل ايه يا نواد؟ محاوله ايه؟ ده فاضل خمس ايام بس. ما احنا ما قدامناش حاجه تانية نعملها، وبعدين مين عارف من هنا لبكره يمكن حاجات كتير قوي تحصل. وعلى فكره في حاجه مهمه قوي ما قلتلكيش، تعالي. مفيش ولا واحد جه لحد دلوقتي. ربنا يستر. ده كل اللي فاضل ثلاث ايام. يعني مفيش قدامنا غير كده؟ مفيش طريقه ثانيه نقدر نعملها؟ الاثنين اللي كنا معتمدين عليهم ماتوا، والست ما ظهرتش لغايه دلوقتي.
السلام عليكم عمال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش هتاكلك لقمة؟ ماليش نفسي اكل خالص. كل يوم بيعدي بحس ان حبل المشنقة حوالين رقبتنا. وانا ما اعتقدش ان حد هيجي معاه البتاع اللي انتوا اعلنتوا عنه ده. ربنا يستر. مش عارف ليه عندي الاحساس ده. مش ده المحل اللي قاعدين الاعلان؟ هو المحل. انت بتروح مسرح بقالك قد ايه؟ كتير، بقالي 3 اشهر 4 اشهر. واخر مره رحت مسرح كان امتى؟ 3 اشهر. ليه؟ هو تحية بيه ولا ايه؟ انت طول عمرك بتروح مسرح؟ اه. ما تخلصونا يا ريت، كنت هشتريوها بس. بالهداوه. قول لي هي دي بتاعتك الحاجات دي ولا انت واخدها من حد؟ بتاعتنا يا بيه. خلصونا. طيب اديله اتفضل. 20 جنيه؟ اديله 10 كمان. اتفضل. الحمد لله ابتدينا اهو. بقى في امل يا عماده تاني. الحمد لله ربنا يستر. لا طبعا هشوف النوم منين. يوم في حياتي. مين عارف؟ مش يمكن يبقى أجمل يوم في حياتك؟ إزاي؟ ربنا كبير. مين عارف إيه اللي هيحصل لما نخرج من هنا؟ نروح فين؟ تعالي معايا. Thank you.
بس تعالي لو سمحتي. لو سمحتي اي خدمه يا فندم؟ اصل معايا. ايوه تحت امرك. ايوه هو ده. انت كنت فين يا بنتي من زمان؟ بس في واحد تاني اهم من ده. التاني بقى بيؤكد كلام حسام وحروفه متنيه. يا ترى معاكي؟ ايوه معايا. وريني وريني يا بنتي. هو هو يا ما انت كريم يا رب يا ما انت كريم. تعالي تعالي نلحق حسام ده خلاص هيشنقه بكره. اركبي يا بنتي اركبي اركبي. إنسان مش لعبة. يعني ما تقدرش تلحقه دلوقتي؟ نلحق كل حاجة إن شاء الله. وقفت هنا ليه؟ وقفت ليه؟ وقفت عشان اخلص عليكي، عشان اخلص منك. انت الدليل الوحيد على براءة حسام. مش فاهمة حاجة. انا قتلت كوثر الشناوي. ايوه قتلتها. ايوه قتلتها عشان قتلت بنتي. بنتي الوحيدة اللي كنت عايش لها. كانت نور عينيا. كانت كل حاجة بالنسبة لي. هي اللي علمتها الحبوب والابر لغاية ما قضيت عليها. قتلتها عشان كده كان لازم انتقم منها. وانت انت قتلتها. قتلتها انا اللي قتلتها. فاهمة؟ لكن الظروف كانت اقوى مني. كان في شهود كتير على براءة حسام. قتلتهم كلهم. ما كنتش فاكر اني انت اعتذاري. لكن ظهرتي. جيت لقضاكي. ولازم اخلص عليك. انزلي 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 انزلي. روح اقف هناك. ما تحاوليش تهربي معايا مسدس. اقفي هناك هناك. كفايه لحد هنا. ويا ريت انت كمان تقف لغايه هنا يا ادم. كنت فاهم انك هتضحك عليا لكن شربتها يا جميل. خلص دلوقتي. رأفت ايه اللي اخبارك؟